السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ايه ان شاء الله النهاردة هتبقى أولى حلقات كورس الـ MIT App Inventor. طيب إيه أول حاجة MIT App Inventor؟ إيه طبعا إيه لو كلكم ما تعرفوش حالا، طبعا في ناس كتير مش عارفة يعني ايه MIT App Inventor، أو ايه الأدوات اللي ممكن يقدمها لنا، أو ايه المميزات اللي ممكن يقدمها MIT App Inventor. طيب اولا ام اي تي اب انفنتور عباره عن فريم ورك، يعني ايه ساحه عمل بيعمل انت ايه وظيفتك فيها. وظيفتك فيها ان انت بتشتغل كمبرمج. طيب البيئه دي بتعتمد على ايه؟ البيئه دي بتعتمد على حاجه اسمها الفيجوال بلوكس بيزد بروجرامينج. طيب سيب المصطلح المعقد دلوقتي وهنرجع له تاني بعد كده. ايه اللي بتقدمه لي، او ممكن التسهيلات اللي ممكن تعملها لي الام اي تي اب انفنتور؟ طيب الام اي تي اب انفنتور عباره عن زي ما قلنا في الاول هي فريم ورك. بتعمل ايه بقى؟ بتعمل اندرويد ابس، يعني تطبيقات اندرويد. طيب ايه التطبيقات الاندرويد اللي ممكن زي امثله ممكن نعمل؟ ممكن تعمل تطبيق زي الواتساب، ممكن تعمل تطبيق زي متجر الكتروني، ممكن تعمل تطبيق مثلا زي سيرش، ويب سيرش وفيور يعني. ممكن تعمل تطبيق على حسب فكره انت عايزها، يعني مثلا انت جات لك فكره وعايز تطبقها انت ممكن، ومثلا ما انتش عندك مثلا ايه زي ما معظم مثلا الناس تلاقي مثلا يقول لك إيه لسه هتعلم برمجه ولسه هتخش في موال وكورس او لا. الام اي تي اب انفنتور عباره عن اداه بتعتمد على حاجه اسمها دراج اند دروب بلوكس، او البيزد بلوكس بروجرامينج. البلوكس بيزد بروجرامينج يعني برمجه لغه برمجه الكتل المرئيه. يعني ايه لغه برمجه الكتل المرئيه؟ عباره عن هي زي مثلا بيجي لك فانكشن. اي لغه برمجه اساسا بتعتمد على فانكشنز ورا بعضها كده بتنفذ كود او وظيفه معينه من خلال مثلا انت بتكتبها باسطر او سينتاكس معينه تابعه خاصه بلغه البرمجه اللي انت بتشتغل بيها، سواء بتشتغل بلغه جافا، كوتلين، دارت، سويفت، اي لغه برمجه انت بتشتغل بيها لازم تراعي السينتاكس بتاعتها. تمام. فاول حاجه من مميزات الام اي تي اب انفنتور ان هي اول حاجه مش لازم خالص ان انت تعرف كود او تعرف تشتغل بلغه برمجه معينه او احفظ سينتاكس او كده، لا لا، هي انت بس عايز بس التفكير بتاع المبرمج، بس يبقى عندك بس حس ذهني بس كده، اللي هو ايه يعني تعرف ازاي تفكر بتفكير منطقي. لان كل اللغات او العمليات او الفانكشنز البلوكس اللي انت هتستخدمها في ساحه العمل دي معتمده على تنظيم التفكير بتاعك. يعني انا دلوقتي عايز اخلي مثلا اول ما اضغط على زر معين يظهر لي كلمه معينه ويظهر صوره مثلا بشكل معين. هو ده بالظبط مثلا ده اللي هنشتغل عليه في ان شاء الله في الحلقات الجايه ان شاء الله، او هتبقى اعك من كده كمان، لان انت في اخر الحلقات دي هتفضل معانا لغايه ما تعمل بايدك كده تطبيق كامل زي تطبيق الواتساب مثلا. انا هنعمل تطبيقين، تطبيق الواتساب وتطبيق متجر الكتروني. حلو حلو. ان شاء الله يعني باذن الله. تاني ميزه ان انت بتوفر لك سرعه في الانجاز. يعني انت مثلا بدل ما تقعد تكتب الفانكشنز بايدك وتعمل، لا لا، هما شركه الام اي تي او ام اي تي انفنتور مجموعه من مجموعه كده في جامعه ام اي تي، قال لك احنا طب احنا بنوفر على المبرمجين ونجيب لهم زي الفانكشنز دي ونجمعها الفانكشنز الاساسيه في اي لغه برمجه، زي اللوبس، الفايف كونديشنز اللي هي زي اللوجيكس والماث والحاجات دي، اللي هي الحاجات الاساسيه اللي بيستخدمها اي مبرمج في اي لغه برمجه. قال لك نجمع لهم في بلوك كامله هما يستخدموها بعباره عن بس يعمل دراج للبلوك دي ويستخدمها عادي جوه ساحه العمل وكده، يبقى خلاص تمام يشتغل بالفانكشنز عادي. وبعد ما يجي يعمل كومبايل، يعني ايه كومبايل؟ يعني ترجمه للبلوكات دي، معناه يجي يصدر التطبيق بقى بيصدرها بلغه الجافا، لان التطبيق بيشتغل بلغه جافا. تمام. بعد كده انت تالت ميزه في الام اي تي اب انفنتور ان هي سهله.
يعني سهلة، ممكن تفهمها بسهولة جدا. ممكن واحد أساسا طفل صغير، بالعكس ده هم أصلا بيعلموا الأطفال الصغيرين على اللغة دي، على الـ MIT App Inventor Tool دي، بحيث ان هم ينمي عندهم التفكير المنطقي او التفكير الجيد او التفكير المنظم، لان اساسا لغه البرمجه بتعلمك ازاي تحل المشكلات، بتنمي عندك جدا جدا مهاره حل المشكلات. مثلا انت واقف عليك مثلا مع حاجه معينه انت ما انتش عارف تعملها، فبتقعد تفكر فيها كتير لغايه ما تحل المشكله دي، هي دي بتنمي عندك مهاره حل المشكله. انا مثلا انا مش عايز احمل الصوره دي بطريقه معينه، وانا عايز احملها بطريقه معينه تانيه، فانت تقدر قدام معضله، انا بتواجهني مشكله وعايز احلها، فانت تقعد تفكر تفكر، بتنمي عقلك على التفكير، ما تسيبوش كده واقف، لا بتخليه كده يقعد يفكر ويشتغل كده، ما يبقاش كده زي ايه، زي ما بيقولوا خامل او حاجه زي كده، لا هي بتخليك دايما دايما عقلك في حاله تاهب ونشاط كده. ورابع حاجه هي زي ما قلنا هي بتعتمد على لغه السحب، البلوكس بيست بروجرامنج، اللي هي لغه الكتل المرئيه. تمام، هنعرف ازاي، هنشوفها على ارض الواقع دلوقتي، لانها لسه هنخش نسجل حساب ونعرفكم ازاي تخشوا على الكوميونتي كمان بتاعهم. وبتعتمد بس هي ممكن يكون فيها عيب بسيط، بس انا ممكن ما اعتبروش عيب، هو مش قوي يعني، هي ما عندهاش كاستمايز قوي او فلكسبيليتي قوي ان انت تعمل مثلا تطبيقات مثلا معقدة. يعني مثلا تطبيق مثلا زي مثلا تطبيق مخابرات، مثلا تطبيق تتبع، تطبيقات اللي هي الضخمة دي، لا لا هي دي التول كده ممكن تعمل تطبيقات، هي تعمل تطبيقات كبيرة برضو زي الفيسبوك مثلا او الواتساب، لكن في تطبيقات تانية بتبقى كبيرة قوي، يعني الكود بتاعها بيعدي مثلا ال 50 ال 500 100 ميجا مثلا، 100 ميجا بايت كود، كود كامل كده حجم الملف بتاع التكست بتاعه 100 ميجا بايت، بيبقى ده لا دي دي بتعتمد بقى على برمجة، تعتمد بقى على اللي هو لغة البرمجة الأساسية، اللي هي أنت تبقى ناتيف بروجرامرز، يعني تعتمد على اللغة الناتيف بقى، اللي هي زي مثلا عندك أشهر المنصات دلوقتي على اللي مكتسحة الوقت المجال، طبعا في مجال اندرويد عندك كوتلين وجافا، عند اندرويد ستوديو، بعد اندرويد ستوديو برضو في عندك الاي او اس بتاع الابل، بتشتغل بسويفت، في برضو حاجه اسمها كروس بلاتفورمز. الكروس بلاتفورمز ده عباره عن ادوات او فريم وركس زي ما قلنا، بتشتغل بايه، بتشتغل ان انت ممكن بتعمل رن، يعني تكتب الكود مره واحده والتطبيق اللي بيطلع ممكن تصدره، ممكن يشتغل على اندرويد، يشتغل على اي او اس، يشتغل على ويندوز، انت وبراحتك، يعني انت بتعمل التطبيق بتكتب الكود مره واحده وبتشتغل على بيرن على جميع انظمه التشغيل، يعني التطبيق بيشتغل على جميع انظمه التشغيل. تمام، طيب ايه زي المنصات دي، عندك مثلا فلاتر بتشتغل بيها بدارت، عندك مثلا زامرين بتشتغل بيها بسي شارب او جافا، في برضو يعني ده لو انت عايز طبعا حاجه بقى تبقى عاليه بقى وشغلك، طبعا لازم انت تطور نفسك دايما، لان الحاجات دي مهمه جدا، ان انت تتعلم اصلا لغه برمجه مهمه جدا جدا، يعني انت تشتغل كده وتبقى معاك لغه برمجه كده، حاجه في المستقبل ان شاء الله الايام الجايه دي المفروض تبقى حاجه اساسيه معاك، حاجه اساسيه. تمام، فاحنا ان شاء الله هنشتغل، اول حاجه هنفتح الجوجل عشان ما نطولش برضو معاكم، نفتح جوجل بس كده، نكتب هنا حاجه اسمها ام اي تي اب انفنتور، هنا كده ام اي تي اب انفنتور. تمام، اول حاجه هتكتب هنا ايه، اول واحده اول قيمه عندك هتبقى اللوجو بتاعها عامل كده، تكتب هنا كده ام اي تي اب انفنتور، تكتب هنا كرييت ابس، هتدخل ببساطه تسجل بالجوجل بتاعك، يعني هتضغط هنا كده وخلاص كده، هقول لك التيرمز اوف سيرفيس يعني اللي هي شروط الاستخدام، تنزل هنا قلت له اي اكسبت، اي اكسبت تيرمز، وخلاص كده الف مبروك، يبقى انت كده فتحت حساب ال ام اي تي اب انفنتور بتاعك. تمام، اول حاجه تكتب هنا، تكتب انت هنا كلوز، مثلا انا عايز افتح مشروع جديد او افتح تطبيق جديد، هتكتب ببساطه هنا ستارت نيو بروجكت، سمي مثلا my first project. تمام،
My first project يعني ده أول مشروعي. هيفتح لك الواجهة دي بالظبط كده، بتبقى واجهة بسيطة جدا عبارة عن محمول كده في النص كده، وممكن تغير تخليه تابلت، تخليه مونيتور مثلا كبير كده لو انت عايز تعمل بريفيو اكبر للتطبيق كامل بتاعك. ودي هنا في الجنب هنا زي اللي هو تايتل مينيو، دي عبارة عن فيها التولز الباتون تشيك بوكس، وفي حاجات تانية كتير لي اوتس والميديا، ودي الحاجات اللي انت هتعملها دراج. دي مش تعمل نقول ان هي ايه، عبارة عن مثلا هي بتعتمد على الدراج اند دروب، يعني السحب والالقاء، السحب والالتقاط. يعني ايه ايه مثلا باتون ده، دي باتون دي كومبوننت مثلا موجود في الام اي تي ام انفنتور، عايز مثلا انزله في ساحة العمل، دي قدامك الفريم بتاع المحمول ده اسمه ساحة العمل، فانت بتنزل هنا جاي انزل سايبه كده. مثلا عايز انزل تشيك بوكس بنزله كده، وكل حاجة هنا مثلا في الجنب ده البروبرتيز بتاعت الكومبوننت اللي انت نزلتها. يعني مثلا ده الباتون كومبوننت بتاع الباتون، البروبرتيز بتاعته مثلا دي مثلا الباك جراوند بتاعته ممكن اغيرها من هنا، الانيبل بتاعته افعله ولا لا، ممكن اعمل فونت بولد ولا لا، ممكن مثلا لو غيرت مثلا الخلفيه بتاعته كده ممكن اخليها بلو، اخليها مثلا بينك، الفونت سايز ممكن اغير الفونت سايز اخليه مثلا 30 مثلا، اخليه كبير، اغير فونت تايب. يعني انت ممكن تحط اصلا فونت مثلا انت عندك فونت عاجبك، فونت عاجبك وانت ما عايز تنزل. طبعا هنشرح الحاجات دي عشان ما نطولش، هنشرح الحاجات دي في كورسات لوحدها في ان شاء الله حلقات جايه جديده. انا بدي هنا بس ايه اسم السلايد، سايد منيو دي التانيه دي اسمها ايه اللي هو البروبرتي سايد منيو، يعني اللي هو اللي هو الخصائص، يعني القائمه بتاعت الخصائص بتاعت الكومبوننت. تمام، انت عندك هنا طبعا إيه يعني خلي بالك منها، عندك هنا اتنين فريم ورك، اسمه فريم اسمه الديزاينر واللي احنا فيه الوقت حاليا، يعني انت بتعمل الديزاين من هنا وانت بايدك كده من خلال البروبرتيز هنا بتحط الديزاين بتاعك من هنا. وبعد كده بتخش على البلوكس تبرمج الحاجات دي. يعني مثلا انا لو اتكيت على الزرار ده مثلا يحصل ايه، هو ده بتيجي خاصيه البلوكس بقى. البلوكس هنا، البلوكس هنا بتبقى عامله ازاي بقى، بتبقى عامله كده. يعني مثلا هنا ال وين مثلا دي فانكشن، دي فانكشن طب هوضح لكم ازاي برضو الفانكشن دي بتشتغل ازاي. طبعا اللي عنده مثلا خلفيه بسيطه عن البرمجه هيفهم انا بقول ايه بالظبط. طبعا لغه الام اي تايب انفنتور بتعتمد على منصه اسمها بلوكلي من جوجل، بلوكلي انا اشتغلت على حاجه اسمها بلوكلي من جوجل ديفلوبرز، وحكمني الام اي تايب انفنتور مدعومه جدا من جوجل وبتلقى تدعيمات كتير جدا جدا في الايام دي، يعني بيحصل فيها اساسا تطويرات كتيرة جدا. فدي منصة بلوكلي عندنا اهي، دي منصة بلوكلي. احنا شايفين هنا ايه، دي لغة الجافا سكريبت اللي هي بتستخدم في تطوير المواقع، وزي ما قلنا بتستخدم في تطوير الزمرين. طب انت لو بصيت هنا دي ست، يعني دي ايه فاريبل. طب انا لو مثلا ممكن اغير الفاريبل ده، ممكن اغيره عادي، يعني ممكن احط هنا فاريبل، ممكن اغير ده، دي ايه لو بصيت هنا هو ده، ده هو ده، يعني ده لو انت عارفين الهواي لوب، الهواي لوب دي هواي لوب ونفس الكلام. طيب ايه السهوله بقى في دي، انا السهوله بتاعتي ان انا بدل ما اقعد اكتب الكلام ده، لا انا بالك بس بشدها كده بس، يعني تخيل انت بس بتشد الكلام ده وبس كده انت نزلت فانكشن. اقول لك مثلا فانكشن زي مثلا فانكشن زي الكالر ده مثلا، شوف بدل ما تقعد، شوف بدل ما تقعد تكتب كل ده عشان تطلع كالر من ار جي بي، من الار جي بي وجاي جايب ايه، شوف الفانكشن قد ايه بتنزل بس بتاع دي بس كده، شوف مدى السهوله بتاعتها سهله جدا. انت بقى يبقى انت كده نزلت الفانكشن وبتشتغل بقى عادي. تمام، طيب انت عندنا هنا في نوع من الفانكشن، عندك فانكشن بتدي قيمه وفانكشن ما بتديش قيمه. دي مثلا فانكشن ما بتديش قيمه، شوف هتظهر ازاي، اهي فانكشن ما بتديش قيمه. حلو، طب ادي الفانكشن مثلا اللي بتدي قيمه. تمام، طب انا لو افترضت مثلا انا عايز اعمل برنت هلو، اعمل هنا بالفانكشن اللي بتدي قيمه دي، سيب الفانكشن اللي ما بتديش قيمه دي مش عايز الفانكشن اللي بتدي قيمه دي، مثلا عايزها تطلع لي زي اليرت كده او نوتيفيكيشن فوق كده بمثلا برقم 2 مثلا، اقول مثلا سيت نوتيفيكيشن كاونت، احنا كنا عاملين كاونت فوق بواحد اهي. تمام، وبعد كده الكاونت هنا كانت بواحد وهنا واحد، يبقى المفروض تطلع 2. فانا لو عملت هنا كاونت كمان وقلت له بعد كده هقول له برنت، برنت كاونت
بالظبط. هم جاي اول ما تعمل رن للكود طبعا دي مش عايزها، هم جاي كي ايه واحد يعني انت اصلا هنا ما عملتش حاجه، لان انت اصلا ضفت هنا يعني هنا واحد وهو واحد خلاص بقيت البرنت كاونت خلاص هو كده ضاف الواحد تمام. وبرضه ممكن تقوم اعمل كده برضه يطلع لك ايه، لا البرنت هنا واحد كاونت هنا وضيفها هنا. انت ممكن لو عملت، لو انت عايز تعمل البتاع دي بقى جاي واخد ايه اللي هي الفانكشن نفسها، الفانكشن نفسها كده هيطلع لك ايه، يا ترى هيطلع ايه، هيطلع اتنين. اتنين ليه بقى؟ لان ضفت، انا ضفت واحد، طب انا هضيف كمان واحده هيطلع كام، هيطلع اتنين برضه تمام. لان هو فوق هنا ما بيتغير يعني القيمه بتبدا ازاي من فوق وتحت كده خلاص تمام. عرفنا مثلا دي مثلا البلوكس ودي الترجمه بتاعتها، دي البلوكات ودي الترجمه بتاعتها من الناتيف او التكست بروجرامنج يعني. طب نرجع تاني اللي هي الحلقه بتاعتنا اللي هي الفريم ورك بتاعنا، دي البلوكس قلنا عندنا اتنين، اتنين بلوكس وايه وديزاين، ديزاينر وبلوكس تمام بس كده تمام. فان شاء الله تكون الحلقه دي تكون خفيفه كده عليكم، وان شاء الله الحلقات الجايه هنسطف فيها الايميوليتور وان شاء الله تكون اسرع واسهل، معلش على الاطاله. بس دي كانت بس حلقه مستفيضه شويه عن الامايت انفنتور تول، وان شاء الله تكون بدايه موفقه ان شاء الله. وخلاص كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.